اللي ما نتكلم عن الماتش، حضرتك طبعا متابع تقريبا الدرجه الثانيه او الدرجه تقريبا الاولى بيه، عندك فكره عن طبعا فريق سماد ابو قير، وعندنا فكره اكتر عن مباراه الكاس. مباراه الكاس اصلا مش مباراه سهله ابدا، دي حقيقة. يعني في ناس النهارده او امبارح كل معظم الكلام بتستسهل الماتش، يعني جمهور نادي الاهلي يقول لك اللي قبلك في الشارع يقول لك هنكسب 3 هنكسب 4 هنكسب 5. فشايف الماتش ازاي وشايف صعوبه الماتش ازاي؟ هي صعوبه المباراه دايما ان المباراه كاس، وفي الادوار دي المفاجات دايما موجوده في كل الدنيا زي ما انت تفضلت وقلت في المقدمه. فطبعا حته الحرص مباراه النهارده دي اكيد موجوده عند مستر موسيماني وعند اللعيبه اكيد. الحرص ده موجود، لكن خلاص ده على جنب، في حاجه اهم من الحرص واهم من مباراه كاس مصر. في حاجه اهم النهارده، عندك مباراه مهمه تدخل تطمن انت على نفسك كلاعب، ومستر موسيماني يطمن على الفريق عشان عنده مباراه مهمه بتاعت الموسم اللي الناس كلها مستنياه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، اللي هو نهائي افريقيا ان شاء الله يا رب تبقى من نصيبنا. عشان كده النهارده مباراه ما فيهاش حاجه اسمها سهوله. النهارده مباراه اكيد لعيبه النادي الاهلي واخداها بمنتهى الجديه، عايزين يحسموا المباراه بدري جدا، لان زي ما تفضلت ايمن برضو قلت ان كابتن احمد الكاس كل اللي هيعمله النهارده عايز يوصل لمباراه لاطول مدى، حتى يوصل ضربات جزاء بالنسبه له هو هيبقى انجاز كويس جدا لاسمنت ابو قير. عشان كده بقول لك النهارده انا متاكد ان المباراه النهارده القائمه الموجوده تقريبا 90% 80% من اللعيبه الاساسيين، غير اللي هم اللي عندهم اصابات ربنا يشفيهم يا رب كلهم. لكن النهارده مستر موسيماني هيلعب من بدايه المباراه تشكيل الى حد كبير مشابه ليوم الجمعه، مع اختلاف بس بعض اللعيبه اللي هو نقول لك التشكيل بالمره. اتفضل اتفضل. طيب ماشي، تشكيل نادي الاهلي النهارده: الشناوي لحراسه المرمى، عربي بدر، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد خط الظهر، نص الملعب حمدي فتحي و احمد نبيل كوكا واحمد الشيخ، قدام هيبقى وليد سليمان، اليو باجي، وجيرالدو. يعني نقوله تاني، نقول تاني ماشي: شناوي لحراسه المرمى، عربي بدر، رامي ربيعه، ياسر، محمود وحيد، نص الملعب حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا، واحمد الشيخ، قدام وليد سليمان، باجي، وجيرالدو. يعني هو التغيير كله بس هتلاقيه في نص الملعب بس، ان هو النهارده حمدي فتحي واحمد نبيل كوكا يمكن اول مره يلعبوا مع بعض. لكن اعتقد هو مستر موسيماني دام عمل التشكيله والتوليفه دي ايمن يبقى هو متاكد من الاداء بتاعهم. واضح ان عربي بدر خلاص هو مركز هيبقى بديل محمد هاني تقريبا، مع طبعا احنا عارفين كلنا في الاستوديو ان مش مكانه الاساسي. عربي بدر بيلعب مدافع في نص الملعب، لكن هو شاف امكانياته ممكن يلعب كده، فاعتقد هو ده بس التغيير. لكن التغيير كلها تلاقيها في نص الملعب بس.